يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك داعية يقال إنه داعية إسلامي يقال له الجفري، يقول إن الولي، قال ليه؟ يقال هناك داعية يقال إنه داعية إسلامي يطلق عليه الجفري. الجفري، الجفري هذا معروف، هذا داعية ضلال والعياذ بالله. نعم. يقول بأن الولي يخلق الولد، وأن الله الولي العالم. هذا ما قاله أبو جهل وأبو لهب، ما قالوا إن أحدا يخلق غير الله عز وجل، بل هم يقولون لا يخلق إلا الله، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فالجفري صار أشد كفرا من أبي جهل وأبي لهب، نسأل الله العافية. نعم.